ومشان هذا السبب أنا قررت أنه لازم نفتح قسم لرعاية الأطفال بكل فروع شركاتنا لحتى يطمنوا الموظفين ويصيروا أولادهم قريبين منهم، وهيك بيركزوا بشغلهم أكتر وفيهم يروحوا يشوفوا أولادهم بأي وقت. هلأ ارتاح بالي، يعني ياش ما كشف التزوير اللي عاملته، كل هالقصة طلعت مجرد روضة للأولاد الصغار. مشروع بجنن ياش، كيف خطر ببالك هيك فكرة؟ أوه ياش يا حبيبي، عن جد أنت معبي مركزك. قديش رح ينبسطوا الموظفين لما رح يسمعوا بهذا الخبر؟ آه أي عمتو، مشان هيك أنا خبيت القصة عن الموظفين، لأنه بصراحة أنا حابب أني فاجئهم وشوف الفرحة على وجوههم. مزبوط، طبعاً بدهم ينبسطوا، عن جد هالفكرة كتير حلوة. أنت شاب عبقري ياش، خبرت بابا عن هالمشروع ما هي؟ طبعاً، نحن أخذنا موافقته قبل ما نبلش. وانت وين طلعت مستعجل؟ قلي. نحن اليوم بصراحة يا سيمي ياش راح على البيت لحتى يجيبك من هنيك. ياش كان عم يخطط لشي تاني تماماً، بس اللي صار إنه ما شافك من البيت، لهذا السبب اتأخر لحتى أجا، مو هيك صار ياش؟ معقول رحت على البيت لحتى تجيبني؟ ليش يا حزرة؟ انت قلي. لا لا لا، لحتى انت تفتتحي هاي الروضة، هيك كانت خطة ياش من الأول. عن جد؟ قرر يجيب سيمي كضيفة شرف حتى تفتتح الروضة بالمكتب، هذا اللي مخطط له ما هيك ياش؟ بتكون يعني افتتح المشروع عن جد ياش؟ طبعا، يعني عمتو كلنا منعرف انه انت مثال عن المرأة القوية. صح. انت امرأة عاملة وبتهتمي بالبيت وبتديري المكتب، وكمان عندك ولد صغير وهو مؤدب وشاطر، ولهيك نحن شفنا انه انت اكتر حدا مؤهل لحتى يفتتح هذا المشروع اليوم بالمكتب اللي بيدعم المرأة العاملة. معك حق أستاذ، أنا بوافقك بهذا الرأي. خلص حاجتكم بقى، خجلتوني بكلامكم. شكراً كتير إلك ياش، وأنا بعتذر منك، كنت رح خرب لك المفاجأة اللي عم تعملها، خجلانة من لا حالي. لا ما في مشكلة. وإمتى رح نفتتح المشروع؟ هلأ فوراً. عن جد؟ إيه، ورح شوف إذا صار كل شي جاهز كمان. بهي السرعة؟ ألو؟ إيه سمير عم يحكي معك، مراسم الافتتاح صارت جاهزة؟ كتير منيح، لكن خبر كل الموظفين بالمكتب وخليهم يستنونا برا، نحن دقيقتين وراح نطلع ماشي؟ يعطيك العافية. أنت جاهزة؟ إيه طبعاً أنا جاهزة. طيب يلا تفضلي.